سلام أصدقائي، اليوم هاليوم هاليوم شو راح نحكي؟ هو ما راح نحكي، راح أجاوب سؤالكم، شنو هي أفضل ولاية حتى تعيشون بها في أمريكا؟ طبعا هذا السؤال كلش صعب وماكو أحد يقدر ينطيكم جارنتي إنه هاي الولاية هي أحسن الولايات، لأنه كل ولاية وبها فرص العمل اللي متوفرة بها ونوعية العمل اللي أنت حابب تشتغل به. فلهذا ويعني اكو قسم مثلا يحبون يكون الجو حار وقسم يحبون الجو بارد. لهذا انا اعتمدت على هذا الموقع واللي هو تاريخه حديث طبعا، اللي قالوا انه هاي الولايات هي اللي يكون التطور الاقتصادي بها سريع واللي الاغلبية يحبون يتوجهوا لها حاليا بسنة 2022. فتحبون تعرفون شنو هي هاي الولايات؟ لازم تتابعون هذا الفيديو. وبالمناسبة اكو شغلة اريد اقولها، خاف شفتوا شغلات يعني صفرة بشعري، هاي مو ورود، مو اني اخلي ورود بشعري، بس اكو هاي بذور مال اشجار كساعة مطايرة، مرة توقع على عيني، مرة على شعري، مرة على ملابسي، فعادي لا تتفاجئون من تشوفوها. يلا خلينا نبدأ. ماساتشوستس هي أفضل ولاية للعيش فيها، حيث أنها تحتل المرتبة الأولى في التعليم والثانية في الرعاية الصحية والسابعة في الاقتصاد والرابعة في الجريمة. ماساتشوستس من الولايات الجميلة وفيها الكثير من الأماكن المثيرة والمختلفة لاكتشافها، كالقرى الرائعة والمدن الآسرة والمناظر الطبيعية الخلابة والسواحل التي تقطع مسافة كبيرة. أما أفضل مدن وبلدات ماساتشوستس للعيش فيها هي بوسطن، إنهام، كامبريدج، لكسينغتون، بروكلين. تم تصنيف مينيسوتا على أنها ثاني أفضل ولاية للعيش فيها، فهي تحتل المرتبة الثالثة من ناحية فرص العمل، والمرتبة الثامنة عشرة في الاقتصاد، والمرتبة العاشرة في الرعاية الصحية، والسابعة عشرة في التعليم. يوجد في الولاية أكثر من 10,000 بحيرة طبيعية، بجانب بحيرة سوبيريور وبحيرة أيتاسكا الرائعة التي تقع داخل حدود الولاية. أفضل المدن والبلدات للعيش في ولاية مينيسوتا هي مينيابوليس ومينيتونكا وسانت بول وإيداينا. تم تصنيف نيو هامشير كثالث أفضل مكان للعيش فيه، مع جبالها وغاباتها المذهلة وأربعة مواسم مع انخفاض تكلفة المعيشة. تعد نيو هامشير من بين الولايات الأكثر أماناً، حيث تحتل المرتبة الأولى في القضاء على الجريمة والمرتبة الخامسة في التعليم عند مقارنتها بالمتوسط الوطني، والمرتبة السادسة عشرة في الرعاية الصحية. يغذي اقتصاد نيو هامشير العديد من المنظمات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع المتقدم والتنمية، مما أدى إلى زيادة فرص العمل وتقليص معدل البطالة في الولاية إلى ما دون المتوسط الوطني. أفضل مدن وبلدات نيو هامشير للعيش فيها هي مانشستر وبورتسموث وويندام وهانوفر. نيوجيرسي هي رابع أفضل مكان للعيش في أمريكا، وهي تحتل المرتبة السادسة في كل من تصنيفات الرعاية الصحية والجريمة والإصلاح، والمرتبة الثالثة في التعليم، والمرتبة الحادية والثلاثين في الاقتصاد. قد تكون نيوجيرسي واحدة من الولايات الصغيرة في أمريكا، ومع ذلك فهي تضم اثنين من مناطق الجذب السياحية،
حيث يوجد فيها حدائق وطنية وأماكن ذات جمال طبيعي لا مثيل له، بالإضافة إلى المراكز التاريخية الرائعة. أفضل مدن وبلدات نيوجيرسي للعيش فيها هي جيرسي سيتي وهوبوكان. تأتي كولورادو في المرتبة الخامسة كأفضل ولاية للعيش فيها، فهي تغطي مساحة هائلة تزيد عن 100,000 ميل مربع، لتكون بذلك ثامنة أهم ولاية في أمريكا من حيث المساحة، كما وتحتل كولورادو المرتبة الأولى في الاقتصاد والثامنة في البنية التحتية والحادية عشرة والثانية عشرة في التعليم والرعاية الصحية على التوالي. يعتبر سكان كولورادو الأكثر صحة في البلاد، حيث أن معدل السمنة فيها أقل بكثير من الولايات الأخرى. الشيء الوحيد الذي تتميز به مدن كولورادو هو الجمال الطبيعي الاستثنائي، كالهواء الطبيعي والآفاق الرائعة وبيئة العمل المستقرة. أهم المدن والبلدات التي يمكنك العيش فيها هي دنفر وغريلي وكولورادو سبرينغز وفورت كولينز وكاسل روك. وهسه خلصنا الولايات الزينة اللي لازم تعيشون بها حسب هذا المقال اللي راح أذكره باليوتيوب، يعني بالدسكريبشن، يعني أول تعليق. المهم أكو وايد من عندكم يسألون عن اللي يجون هنا من البالغين والأطفال شلون يتعلمون الإنجليزي، فهذا حضر يعني أشوف لي فت مقال مرتب عن هذا الموضوع حتى تكون معلوماتها دقيقة. وأحيانا تسألون ممكن أتأخر عليكم بالإجابة لأن أكون محضرة حلقات هواية بناء على أسئلة الآخرين، فبالترتيب أخذ أسئلتكم وأجاوب عليها، فلا لا تزعلون من عندي إذا أتأخر شوية. هاي شغلة. والشغلة الثانية، إذا حبيتوا هذا الفيديو فلا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين، والتوصية والتزكية إنه لازم يشاركون بقناتي. تشاو تشاو.